بدأت رحلة موسى والشعب إلى أرض كنعان. قادهم الرب للبرية من ثم للبحر الأحمر، وكان الرب يسير أمامهم نهرا في عمود سحاب ليحميهم من حرارة الشمس، وليلا بعمود نهار ليهديهم في الطريق. شكرا للرب لأنه يقودنا. أخيرا وقف الشعب أمام البحر الأحمر. طلب موسى من الشعب أن يستريحوا وبينهم الخيام هناك، فاستراح الشعب واهتموا بقطعانهم. في هذه الأثناء شعر فرعون بالندم لأنه أطلق شعب إسرائيل. لقد كنت غبيا، من سيعمل في هذه الأرض إن لم يبقى أي عبراني هنا؟ يجب أن نرجعهم، اذهبوا خلفهم فورا وأعدوهم ليخدمون من جديد. شد فرعون أحصنته، مركباته، فرسانه، وسعى وراء بني إسرائيل في البرية. وبينما بني إسرائيل مرتاحين في المخيم عند البحر الأحمر، رأوا المصريين قادمين لهم فخافوا جدا. لماذا أتيت بنا للبرية؟ لنموت؟ كان من الأفضل لنا أن نبقى عند المصريين على أن نموت في البرية. لقد خاف الشعب جدا أمام القوات المصرية وغضبوا من موسى، فكلم موسى الشعب. لا تخافوا، الرب سيخلصنا. لكن المصريين كانوا يقتربون بسرعة، فكلم الرب موسى. موسى، عبر بشعبي في وسط البحر الأحمر، خذ العصا ومد يدك على البحر لتشق المياه، فيدخل الشعب في وسط البحر على اليابسة. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ العصا ومد يده، فأجرى الرب البحر بريح شديد وجعل البحر يابسا. انشق الماء سور لهم من الطرفين فصار الشعب على اليابسة. وانظروا، لقد انشق الماء. بفرح عظيم ابتدأ الشعب بالمسير خلال البحر، وعبر كل الشعب البحر بأمان، وتبعهم الجنود المصريين ودخلوا وراءهم البحر أيضا. مد يدك على البحر. ففعل موسى كما أمره الرب ومد يده فوق البحر، فرجع البحر مرة أخرى. حاول المصريين النجاة، لكن الرب غطى مركبات وفرسان المصريين بالماء. واو، الرب إله عظيم. فسبح الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. دعا الرب موسى ليقود الشعب إلى أرض الموعد كنعان.